فرق ثالث بين أهل السنة وبين غيرهم أن العبودية عند أهل السنة مرتبطة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الخلق لله وأخشاهم له، وأنه لا زيادة فوق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأدعيته أفضل الأدعية، وصلاته أفضل الصلاة، وطريقته أفضل الطرق، بل لا يرون أن طريقا آخر غير طريقه يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وأما أهل البدع والضلالة فقد اخترعوا طرقا عجيبة وبدعا وضلالات، سواء ما يتعلق بالصوفية فقد جعلوا لهم أنواعا من العبادات، حتى وصل الحال بهم أن أتوا بمنكرات ولبسوها لباس العبادة، فأتوا بالرقص وأتوا بالغناء وجعلوه في المساجد، وأتوا بأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، خالفوا بها محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا بها أصحابه، بل كأنهم يقولون إنه قد فات عليك يا محمد حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، قد فات عليك من الخير كثير ونحن قد يعني حصلناه وأوجدناه. ولذلك عندهم الطرق، مقصودهم بالطرق الطرق التي توصلك إلى الله. لك أن تتصور طرق تقابل طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أي عبودية هذه؟ أي دين هذا؟ كيف تجرؤ أن تجعل طريقة وتخترع طريقة تقارنها بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل اكتفوا بهذا الحد؟ لا، بالغ بهم الشيطان حتى جعلوا طريقتهم خيرا من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني مقام النبوة أقل عندهم من الولاية، يجيك يقول لك هذا فلان ولي صالح خير من النبي، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. إذ أفضل الناس بعد أفضل الناس على الإطلاق هم الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم.